ولكن النهارده في اكتر من ايفنت مهم جدا في استاد القاهره. تدريب الاهلي الساعه 6، المؤتمر الصحفي 7:30، المؤتمر الصحفي الوداد 8:30، التدريب الساعه 9. كل دي النهارده فعاليات موجوده في استاد القاهره الدولي، وبالتالي فريق امبارح دخل معسكر مغلق، ففي تفاصيل مهمه جدا محتاجين نعرفها من زميلنا كريم احمد اللي متواجد حاليا في استاد القاهره الدولي عشان نعرف منه اخر الاخبار واخر الترتيبات استعدادا لذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا غدا. مساء الفل يا كريم. مساء الخير عليك زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك وكل التحيه والتقدير ايضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. هنسخن كده بدري بدري قبل مباراه الغد ان شاء الله، وانت حاليا دلوقتي اعتقد في مقصوره الاعلام في استاد القاهره الدولي. الاستاد اخباره ايه؟ الترتيبات، المدرجات، ارضيه الملعب، واخر الاخبار لديك يا كريم، اتفضل. بالتاكيد طبعا يا محمد، في البدايه يعني بنتمنى كل التوفيق بمشيئه الله ان شاء الله لفريق النادي الاهلي. زي ما اكدنا وقلنا اكتر من مره، شوطين شوط مهم جدا الحقيقه هنا في القاهره، محتاج كل الجهد والتركيز والتحضير الفني الامثل الحقيقه المستر كولر والجهاز الفني، وده اللي معودنا عليه الحقيقه محمد في المباريات الكبيره، بيكون في حرص وتاني وبيكون في اختيار موفق جدا للاعبين، طريقه اللعب، السيناريوهات، الحاله النفسيه، امور عديده جدا بناملها بمشيئه الله ان شاء الله باذن الله تكون المناخ وكل الاجواء وكل الاستعدادات محمد ان شاء الله في مصلحه فريق النادي الاهلي. عايز اقول لك نقطة مهمة جدا، يعني طبعا انت عارف فريق النادي الاهلي هيتواجد طبعا هنا في استاد القاهرة للتدريب وايضا كمان مستر كولر، لكن في نقطة مهمة جدا الحقيقة قبل التحرك من النادي الاهلي الى هنا او من فندق الاقامة الى هنا، كان في جلسة مهمة جدا باللاعبين الكبار، ودي نقطة مهمة جدا يا محمد، لان هذه المرحلة محتاجة مش هنقول طبعا الرغبة ولا الحماس، لا، محتاجة ان يكون اللعيبة الكبار بتتكلم بتأكد على هذه المرحلة، في امال متعلقة في اذهان الجماهير كبيرة جدا جدا جدا، الجهد الكبير الحقيقة اللي بيبذل من الدولة بشكل عام، وزارة الداخلية اللي وافقت على العدد الكبير جدا بمشيئه الله لنشوف استاد القاهره، امور عديده محتاجه ان يكون فيها حماس، محتاجه يكون فيها تاكيد، ودي نقطه مهمه جدا. لكن التدريب بالتاكيد كلنا منتظرين فريق النادي الاهلي في التدريب الرئيسي النهارده، انت عارف محمد طبعا اجواء كثيره جدا النهارده، المؤتمر الصحفي زي ما انت ذكرت بالنسبه للنادي الاهلي، ايضا كمان نادي الوداد، تدريب نادي الوداد هيكون الساعه 9 مساء، لكن اللي يهمنا النهارده ان احنا نشوف حاله اللاعبين، بتبان محمد طبعا من الوشوش، بتبان من لمسه الكوره، بتبان مدى جاهزيه وجديه لاعبي النادي الاهلي، والرساله اللي عايزين يقولوها او يوصلوها للجميع ان شاء الله باذن الله الشوط الاول يكون من نصيب النادي الاهلي، واستعدادات تكون خاصه جدا على مدار الشوط الثاني. انت عارف محمد يعني الشناوي واحاديث طبعا غيابه وعلي لطفي، مصطفى شوبير، الثقه الكبيره جدا اللي عندنا في حراسه مرمى النادي الاهلي، شفناها الحقيقه في مصطفى شوبير، شفناها في علي لطفي، عشان كده مش هنشيل هم شويه، رغم يمكن اكيد في ناس ممكن تاكد على هذا الامر وتقول الشناوي بقيمته الكبيره فنيا، ايضا كمان كابتن فريق النادي الاهلي بيدي دفعه كبيره، لكن ان شاء الله باذن الله ثقتنا كبيره جدا في حراسه المرمى، في الاختيار اللي هيكون موفق بمشيئه الله من مستر كولر، محتاجين بس التوفيق محمد معانا، محتاجين لعيبه النادي الاهلي يكون عندها وعي كبير جدا جدا ان اول مره بتلعب شوطين، محتاج ان انت تاكد على الشوط الاول بشكل كبير جدا، ده امر هيكون مهم، لكن بطمنك يا محمد الاجواء معنويات مرتفعه جدا لعيبه النادي الاهلي، حاله التركيز كبيره جدا جدا عند الجميع، عند الجهاز الفني، عند اللاعبين، والنهارده بمشيئه الله ان شاء الله ينتهي التدريب بهدوء، بدون التحامات، بدون تدخلات، لان احنا عايزين نحافظ على القوائم المتواجد معانا، ويا رب ان شاء الله محمد كل الاجواء تكون معانا وتكون فرحه كبيره جدا بكره بمشيئه الله. طيب مسرح المباراه الاستاد، وانا شايفك موجود في الاستاد دلوقتي، وطبعا اجواء النهارده غير اجواء بكره، ولكن من اول ما دخلت استاد القاهره الدولي شايف الاستعدادات ازاي؟ طبعا. البوابات، مقصوره الاعلام، ارضيه الملعب، المدرجات، يعني طبعا محمد في البدايه بنوجه كل الشكر والتقدير الحقيقه لوزاره الداخليه اللي استلمت بالتاكيد الاستاد القاهره، شايفين الحواجز، شايفين الدخول، شايفين الممرات، تجهيزات مكثفه بشكل كبير جدا من اداره الاستاد، من ايضا كمان وزاره الداخليه، من الجانب ايضا كمان الخاص بالشركه الافريقيه اللي اكيد هيكون ليها دور كبير جدا في دخول الجماهير غدا في التنسيق، في ترتيبات مهمه جدا محمد، ويمكن كمان من لحظات يعني لعيبه النادي الاهلي فور الوصول، انت عارف بيكون في امر مهم جدا هو الفوتو سيشن الخاص بالكاف، يمكن هيكون متواجد قبل التدريب، الكل طبعا في انتظار بالاستاد، بيتحضر بشكل رائع ومميز جدا، الممرات، الدخول والخروج، كمان ارضيه الملعب يعني حاجه اكثر من رائعه، في ترتيبات مهمه جدا يا محمد عشان يمكن نهائي افريقيا بتواجد على ارض مصر طبعا، فمحتاج ان الشكل العام يكون مهم جدا، لان دي هتكون رساله، عشان كده الحقيقه بنشيد بالجميع النهارده، يمكن وكمان بكره بمشيئه الله هو يوم العرس بكره، لكن النهارده الحقيقه مديانا رساله كبيره جدا ان في تحضيرات، في امور عديده زي ما اكدنا على المستوى الفني، المستوى الاداري، بناكد كمان على مستوى التحضير لاستاد القاهره، عشان كده محمد يعني ان شاء الله املنا في ربنا سبحانه وتعالى
فعاله كبير جدا يعني الكل مجتهد النصيب، لعبتنا اجتهدت بشكل كبير، مستر كولر تحديدا والجهاز الفني اجتهد في التحضير لهذه المباراه. ينقصنا توفيق ربنا ان شاء الله باذن الله 11 راجل متواجدين بمشيئه الله غدا، ويا رب ان شاء الله باذن الله يكون شوط اول من نصيب النادي الاهلي. كريم، الفتره الاخيره والايام الاخيره كانت في الاجواء كانت حاره شويه، وكانت في هواء ورمال، يعني الجو كان فيه تراب، هل ده كان ليه تاثير على النجيله؟ يمكن تم الحفاظ على النجيله وانت دلوقتي في الاستاد وشايف النجيله اكتر مننا، يعني الصيانه والامور دي اعتقد بنسبه كبيره شكل الاستاد هيبقى يعني زي ما احنا متعودين، صوره جميله ان شاء الله بكره باذن الله. بالتاكيد يا محمد، يعني يمكن مصر شهدت تقلبات عديده جدا الحقيقه خلال الايام الماضيه، وتحديدا كمان اول امس اللي كان فيه عاصفه ترابيه كبيره جدا، لكن المشهد هنا يا محمد بيدل على التركيز الكبير جدا في هذا الامر. الصيانه ممتده مستمره، مش هنقول يوميا على قد ما هي بتكون على فترات في مدار اليوم، كل ساعتين ثلاثه بيكون في تهذيب للنجيله، بيكون في رش للنجيله، بيكون في رش للترتان المحيط بالنجيله. ايضا كمان العاصفه الترابيه على ما اعتقد الجو العام والشكل العام اللي احنا شايفينه اكيد من خلالك يا محمد ومن خلال شاشه قناه النادي الاهلي على مدار اليوم هبان طبعا تدريب فريق النادي الاهلي والوداد على الجاهزيه التامه لارضيه استاد القاهره. زي ما بقول لك يا محمد، يعني الكل بيجتهد للتحضير للعرس الافريقي غدا بمشيئه الله، عشان كده ان شاء الله باذن الله المناخ اللي احنا عايشين فيه والترتيبات والتحضيرات دي بناملها يا رب ان شاء الله باذن الله تصب في مصلحه فريق النادي الاهلي، ويكون يوم عظيم بمشيئه الله على الشعب المصري كله وليس جمهور النادي الاهلي فقط. التراك تم تغطيته ولا بنفس الشكل بتاعه يا كريم؟ احنا عارفين في الفاينل دايما الكافي بقى عايز يغطي التراك، هل في تعديل ولا زي ما هو؟ يعني ممكن يا محمد في الساعات القادمه، لان انت عارف زي ما بقول لك في تحضيرات كثيره جدا، كل طبعا الاعلانات بتكون متواجده في تحضيرات كثيفه، ممكن يكون كالعاده طبعا والشكل العام المعتاد للنهائي بيكون في تغطيه بلون معين طبعا للترتان، لكن كل الامور دي يا محمد لسه هنشوفها على مدار الساعات القادمه. احنا متواجدين هنا في استاد القاهره حتى الساعه 9:30 طبعا بعد ما تكون 15 دقيقه انتهت لفريق نادي الوداد للتصوير الاعلاميين، عشان كده الترتيبات العديده جدا لحظه بلحظه، يمكن كل ربع ساعه بيكون في تحضيرات وبيكون في ترتيبات، لكن اللي باكد لك عليه استاد القاهره بيتزايم بمشيئه الله بل نهائي افريقيا غدا بمشيئه الله الاهلي والوداد المغربي. شكرا لك يا كريم على كل هذه المعلومات والايضاحات من استاد القاهره الدولي.